بينما تعال إلى حارث بن عروة أو عروة بن حارث، هذا الرجل سمع أنك جائزة 2000 درهم لمن يقبض على الطفلين، سوى أخذ فرسه وراح يركض في البر في الطرقات ما خلى مكان إلى أن هلك فرسه. شوفوا شدة حرصه على الدنيا، يقول ما أريد أضيع فد لحظة أو دقيقة في البحث عن الطفلين، خاف واحد يسبقني إلى هالدرجة، خاف واحد يسبقني. لاحظوا، فهلك فرسه من شدة الجري، ولأنه ما كان يطعم ولا كان يسقي، ما يريد يتأخر، هلك وصار يمشي على قدميه. رجع في ليله المتأخر إلى داره وهو يشرف على الهلاك من شدة التعب، يقول لزوجته افتح الباب فقد كادت مرارتي أن تنفطر. ليش؟ من أجل 2000 درهم أصبح كلبا مسعورا، والكلب أشرف منه إلى هالدرجة. هذا الذي طغت الدنيا عليه فأوردته المهالك، أوردته المهالك. طفلان كانا قد سبقاه إلى وين؟ إلى ناره. قدر بعد جابهم إلى هنا، استضافتهم زوجته وأفردت لهما غرفة. سبحان الله، فالتشابه الغريب العجيب بين مقتل مسلم ابن عقيل ومقتل ولديه. شايفين؟ مثل ما احتار مسلم احتار ولداه، مثل غربة مسلم كانت غربة الولدين، مثل ما مسلم استضافته امرأة الولدان استضافتهما امرأة، مثل ما غدر بلال بمسلم غدر زوج المرأة بالطفلين، مثل ما فعل بمسلم كسرت ثنايا هم كسرت ثنايا الطفلين. يا الله، بنص الليل جلس الأكبر منهما ينبه الصغير، أخي اجلس أحدثك برؤيا رأيتها، وأظن أن هذه الليلة هي آخر ليلة من أيام عمرنا وحياتنا في هذه الدنيا. شنو شفت؟ رسول الله وأمير المؤمنين ومسلم، رسول الله وأمير المؤمنين عاتبان أبانا، ليش ضيعت ولدك؟ ليش ضيعت ولديك يا مسلم وخليتهم في بلاد غربة؟ وإذا الجواب من مسلم، عن قريب يأتيان إلينا. فسرها الكبير بأنها النهاية، علامات الموت، هذول تربية هذا البيت الطاهر، تأديب هذا البيت الطاهر، صغار في السن ولكنهما كبار في النفس وفي العقل. فأخذ إلى أكبر أخاه الأصغر، ضمه إلى صدره، يقبله يودعه، يتزودان من بعضهما وهما يبكيان. سمع اللعين غطيطهما بكاءهما، شو اللي صاير؟ من عندنا بالبيت؟ أرادت المرأة أن تلهيه عن السؤال
وعن أمر الغلامين، لكن ما استطاعت. قام الرجل مسرعا، أخذ السراج وبحث في البيت حتى وقع عليهما: من أنتما ومن الذي أدخلكما إلى داري؟ خافا منه ورادوا الأمان قبل ما يحجون، فأخذ عليه العهود والمواثيق المغلظة والأيمان إذا أخبراه ما يؤذيه، فأعطاهما ذلك، لكن لا وفاء للئيم، لا وفاء للئيم. تقول الرواية: بمجرد أن أخبراه بأنهما ولدا مسلم ابن عقيل، رفع يقولون كفه، فضرب الأكبر أولا على وجهه ضربة ألقاه إلى الأرض، وقد تكسرت ثناياه وسالت دماؤه من دون رحمة. ثم أخذ الثاني وضربه ضربة أخرى، كسر ثناياه وألقاهما على الأرض وكتفهما بحبال، حتى إذا كان الصباح أخرجهما واستدعى ولده يقولون، وأمره أن يذهب ويقطع رؤوسهما يقتلهما، فأبى الولد على أبيه وحاول أن يمنع أباه من فعل ذلك، فحمل عليه الأب فقتل ولده. نادى على الغلام: تعال خذهما اقتلهما، فأبى الغلام عليه ذلك وحاول منعه وحمل على غلامه فقتله. اجت النوبة المرأة المؤمنة، المرأة العجوز الضعيفة، دافع عن الطفلين، فوكزها بسيفه ألقاها إلى الأرض مغمى عليها، وأخذ الطفلين إلى ناحية الفرات. في الطريق يقولون الطفلين أراد أن يؤثر عليه، يردعاه عن فعل الجريمة البشعة، كل ما قالوا إلى شيء دين: ليش تريد تقتلنا؟ قال: رغبة في جائزة عبيد الله بن زياد. قال له: جائزة جدنا أنفع لك، رسول الله غدا يوم القيامة يجازي. قال: لا، جائزة ابن زياد الأمير خير لي من جائزة جدكما. زين، إذا ما تريد هذا تعال ودنينا للسوق، بعنا واستفد من أثماننا. قال: ما إلى ذلك من سبيل. طيب، خذنا إلى عبيد الله، هو يحكم فينا بحكمه. قال: لا أخاف يجيني أحد يأخذكم يختطفكم مني، ما إلى هذا من سبيل. كل هذا ما نفع، جولة من جانب إنساني. قال له: انظر إلى طفلين صغيرين، ارحمنا لصغر سننا. قال: ما جعل الله لكما في قلبي ولا ذرة من الرحمة، ولا ذرة من الرحمة. فأخذ الطفلين لما أراد قتلهما طلبا منها أن يصليا ركعتين، قال: صليا إن نفعتكم الصلاة أجركم الله، فلما انفتلا من الصلاة آيات أقبل كل واحد منهما إليه يقول: اقتلني قبل أخي، فلا طاقة لي أن أنظر إلى أخي قتيلا أمامي. قال: لا عليكما، سأقتلكما معا، أجركم الله. ثم أنه أخذ الأكبر منهما رفع سيفه أهوى به على عنقه ففصل رأسه عن جسده.
وطرح جسده جانبين، أخذ الأصغر وقد أقبل يتعفر على جسد أخيه يخضب وجهه من دم منحره، وهو ينادي وأخاه فلم يرحمه لصغر سنه، جذبه من على جسد أخيه وأهوى بالسيف على عنقه ففصل رأسه عن جسده، ومصيبته وسيدا جذب حسرة بثر حسرة، والصدر فوق الصدر يشعب قلب ينظر ونتت فت الصخا، يصيح بيه وداعة الله وانا خويا على الاثار، ينشع بقلبي من عاين هلا وداج مهبرة، والرجس مالان قلبايا ولا رحم منه الحال، جذب سيفه وقطع راسي وعفر فوق الارمى، والعجوز تصيح انا شبيدي عليكم يا الاطفال، والدتكم ريتها تعاين جثثكم بالعرى، ومصيبته جبتكم يا ولاد عندي ظنتي تحصل نجاة، صرت يا ولادي سببكم وجلبتكم للمما، ولي روسكم راحت هدية والجثث وسط الفرا، ذبحكم نحل ترى يا عظامي وقلبي فطرا، خالكم مذبوح وامكم ركبوها على الهزيل، والابو مسلم عقوب ذبحا يجرون بحبل، والمدينة من العشيرة مقفرة وخال النزيل، غلقوا ذيك المنازل والأبواب مغبرة، وويلا ذاب قلبكم عليكم، ذابها تبكي وتنوح يرمى وولادي بهالبار في طلبهم من يروح، ليتني بس فارقوني يا من الجسد تطلع الروح، ويلي ضايعة ومن غير والي محير، يا هذي يتاماكم تلوذ ببعضها، ولكم نساء تلتجي بنساء. إلهنا نسألك ونعوذ بك محمد وآله الطاهرين، اغفر لنا وارحمنا.
عافنا واعف عنا تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. لا بأس عندكم جمع هذه الليلة جمع صدقات على حب يتيمي مسلم بن عقيل، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، توفنا مع الأبرار، وارحمنا مع النبي محمد وآله الأطهار، يا عزيز يا غفار يا الله يا الله. وهذه الحاضرين احفظهم فردا فردا، اقض حوائجهم، ارحم موتاهم، شافي مرضاهم، اغني فقراءهم، يسر امورهم، سهل مطالبهم. المؤسسون لهذا الاستماع والاجتماع تقبل اللهم منهم بأحسن قبولك واجرهم على ذلك بأفضل ما عندك. اللهم صل على محمد وآل محمد، وأغث شيعة محمد وآل محمد في كل مكان. فرج اللهم عنا وعنهم وعن إخواننا المؤمنين وأخواتنا المؤمنات المعتقلين بفرجك القريب العاجل يا الله. اللهم وعجل لوليك الفرج وسهل له المخرج، اجعلنا من أنصاره وأعوانه مستشهدين بين يديه وفي جملة أوليائه. أغثنا اللهم بحقه وانصرنا وارحمنا به يا غياث المستغيثين وخير الناصرين وارحم الراحمين. إلهنا بحق محمد وآله الطاهرين وبحق المحترمة الفاتحة، نهدي ثوابها لأرواح موتى المؤمنين والمؤمنات، موتى الحاضرين والمؤسسين والشهداء والصديقين والعلماء الربانيين ومات على الإيمان والدين لهم جميعا، رحم الله من يهدي ثواب المباركة الفاتحة مع الصلوات.